بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. هنا طبعا شباب، اليوم راح نحكي عن ميزة موجودة بجوالات الأندرويد. طبعا هاي الميزة، من خلال هاي الميزة بإمكاني استخدم تطبيقين واتساب وتطبيقين فيسبوك بنفس الوقت. هلا كثير من الأشخاص يكون عندهم على سبيل المثال رقمين على واتساب، ومضطر إنه يكون عنده رقمين بنفس الوقت. معروف إنه أغلب تطبيقات الواتساب غير التطبيق الرسمي انحظرت بشركة الواتساب، يعني أي حد عم ينزل تطبيق واتساب غير تطبيق رسمي عم يتعرض للحظر. بالإضافة إنه كثير من الأشخاص يكون عندهم حسابين على الفيسبوك، على سبيل المثال عنده حساب للشغل وحسابه للعادي. هلا بدرسنا اليوم راح نحكي كيف فينا ننزل على جوالنا تطبيقين واتساب وتطبيقين فيسبوك وتطبيقين ماسنجر، وفينا نفتحهم بنفس الوقت. طبعا هاي الميزة موجودة بجوالات الأندرويد، بس ما بعرف إذا هي نفس الميزة موجودة بباقي الجوالات سواء هواوي او ايفون. طبعا الشرح راح يكون على شكل التالي: كل ما ننزل النسختين راح اروح على الضبط الموجود بالجوال عندي على الضبط، راح اروح على الضبط ضغط عليه. هلا ننزل لتحت في شيء اسمه الميزات المتقدمة، مثل ما شايفين عندنا الميزات المتقدمة، راح نضغط عليها ضغطة. بعدين ننزل بنزول، راح يكون عندنا شيء اسمه الحساب المزدوج، مثل ما شايفين عندنا الحساب المزدوج. يعني من خلال هالميزة بإمكاننا نستخدم حسابين، ننزل على جوالنا حسابين فيسبوك وحسابين واتساب وحسابين ماسنجر. راح أضغط على حساب المرسل المزدوج. هلا بعد ما ضغط على المرسل المزدوج صار عندي أيقونة الفيسبوك والماسنجر والفيسبوك. هلا ما علي غير إلا لأنه فعل أيقونة المفتاح الموجودة بحد كل تطبيق. طبعا راح فعل أول تطبيق هو الواتساب، راح أعمله تثبيت. طبعا هلا راح يعطيني نسخة واتساب ثانية، طبعا فعلت هاي الميزة. راح أروح أدور، راح يكون عندي هاي نسخة واتساب الأولى عندي على الجوال، راح يكون عندي نسخة واتساب ثانية، هاي نسخة واتساب الثانية. طبعا عندي هي صارت هاي النسخة الأساسية. النسخة الأساسية هي على اليمين، والنسخة الجديدة الإضافية هي على اليسار. هلا بدي أروح نزل نسخة واتساب جديدة، كمان نسخة ثانية للفيسبوك. راح أروح كمان على نفس الطريقة، راح أروح عندي أيقونة كمان الفيسبوك، طبعا نفس الخطوات الفيسبوك، راح أعمل له تثبيت. كمان الماسنجر راح أعمل له تثبيت. طبعا هالطريق صار عندي نسختين واتساب ونسختين فيسبوك ونسختين ماسنجر. هلا راح اروح كل ما نتاكد، هي عندي نسخه فيسبوك واحده وماسنجر واحده. هلا راح ادور على نسخه ثانيه، صار عندهم كمان نسختين، نسخه فيسبوك ونسخه ماسنجر. راح اضيف على الشاشه الرئيسيه كرمال نتاكد. هاي الماسنجر. طبعا هلا بعد ما فعلت هاي الميزة صار عندي نسختين فيسبوك. النسخة الأساسية هي اللي بدون علامة حمراء، والنسخة الجديدة هي اللي مع علامة حمراء. طبعا كمان هاي الماسنجر، النسخة الأساسية معروفة، النسخة الإضافية أو المكررة هي عبارة عن لها علامة حمراء. كمان نفس الشيء الواتساب. طبعا بهالطريقة بإمكاننا نتغلب على مشكلة إنه كثير من الأشخاص إنه يكون عنده حسابين، سواء كان على الفيسبوك أو على الواتساب أو على الماسنجر. أحسن ما يعمل تسجيل دخول بالحساب الأول ويدخل على الحساب الثاني، فممكن بعض الأحيان تسبب له مشاكل عند الفيسبوك أو الماسنجر. هلا بهالطريقة بإمكاني إنه أسجل حسابين على الماسنجر وحسابين على الفيسبوك بنفس الوقت بدون ما أتعرض أي مشاكل، وبنفس الوقت كمان بإمكاني نسجل حسابين واتساب بنفس الوقت. طبعا هي التطبيقات غير محظورة، وهي تطبيقات رسمية من الواتساب. طبعا بعد ما عرفنا انه اغلب التطبيقات الواتساب المعدلة انحظرت بشركة الواتساب عم تحارب بشكل طبيعي بشكل كبير. طبعا بهالطريقة اليوم تعرفنا على ميزة موجودة بالاندرويد، وان شاء الله درسنا اليوم يكون انتهى، وان شاء الله تعالى نشوفكم بدرس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.